صباح الخير وصباح السعادة على السادة المشاهدين والسيدات المشاهدات، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج العيادة. والنهاردة طبعا معاد جراحة التجميل، كل يوم اتنين إن شاء الله بنتكلم معاكم على موضوع جديد من موضوعات جراحة التجميل. النهاردة يعني احنا هنتكلم عن الموضوع الأكثر شيوعا واللي الناس كلها بتطلبه أو بتسأل عنه، والحقيقة بيجي لي يعني أكثر كمية استفسارات بتجي لي على الفيسبوك أو على تليفوناتكم، أو بتبقى دايما حوالين نحت الدهون أو شفط الدهون أو إزاي نتعامل مع جسمنا. طبعا أنا منتظر استفساراتكم أسئلتكم على نمرة التليفون اللي طالع على الشاشة أو على جروب البرنامج، بيج البرنامج برنامج العيادة مع دكتور عمر على قناة الحياة في الفيسبوك. أي حاجة أنتوا عايزين تسألوا عنها، أي استفسارات عايزين تسألوا عنها بخصوص موضوع الحلقة أو بخصوص أي حاجة ليها علاقة بجراحة التجميل، إن شاء الله أنا منتظر اتصالاتكم. طيب، نحت الدهون دايما يعني عليه كلام كتير وأسئلة كتير واستفسارات كتير، وزي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت إن في أسئلة شائعة هي عملية ولا لا، وإحنا قلنا قبل كده يعني إنها مش عملية جراحية رغم إن هي بتتعمل في غرفة العمليات وبتتعمل بتعقيم وتتعمل ساعات تحت مخدر عام أو مخدر موضعي أيا كان، لكن هي مش جراحة بالنوع بالشكل المتعارف عليه جراحيا يعني. لأن دايما الناس بتسأل طب يعني فتحات فين؟ شكلها إزاي؟ الجرحة هيتعمل إزاي؟ أخوانا مفيش الكلام ده خالص، إحنا بنعمل فتحات الواسعة فيهم بتبقى نص سنتي. يعني احنا فكرة ان احنا بنخش بمجموعة من الابر تخينة شوية عشان نشفط بس الدهون، لو الدهون جزيئاتها صغيرة كنا هنخش بابرة صغيرة، ولكن لان جزيئات الدهون شوية كبيرة فاحنا بنضطر نخش بابر شوية كبيرة، لكن هي كبرها في الاخر مش هيوصل ابدا لاكتر من نص سنتي، وده المقاس الاوسع زي ما بيقول او اكتر حاجة نقدر نعمل بيها عمليات نحت الدهون. فبالتالي ما هياش عملية جراحية، ده في الأول عشان الناس بس تبتدي يعني تتخيل معانا احنا هنتكلم عليه. ثانيا، دايما يعني في نحت الدهون المفهوم الفرق بين النحت والشفط، طبعا في فرق ضخم جدا يعني بالضبط، احنا دايما بنمثله بحاجة كده زي الناس اللي بتعمل التماثيل أو بمثالين يعني اللي بيعملوا تماثيل، لو قدامنا حجر وجبنا شاكوش كده ومطرقة ورحنا تك 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 مكسرينها هتتكسر كلها وهتخلص الحجر ده كله هينتهي وخلاص، بس شكله مش هيبقى حلو. لكن لما بنجيب نحات بيجيب نفس الحجر وبيستخدم نفس الأدوات اللي هي الشاكوش والأزميل، بس بيقعد يكسر في الحجارة دي ويطلع منه تمثال غاية في الروعة وغاية في الجمال. ده بالضبط الفرق بين الشفط الدهون العادي ونحت الدهون. نحت الدهون ان احنا نوصل للشكل الجمالي اللي احنا عايزينه. دايما انا بسأل كل سيدات اللي بيقولنا او رجال حتى في بعض الاحيان، انت نفسك يبقى شكلك ازاي او نفسك يبقى شكلك ازاي، انت شايفة فين الديفوهات في جسمك، ايه الحاجات اللي ناقصة، ايه الحاجات اللي زايدة، ايه الاشكال دي شكلها ازاي. دايما بنشوف صور كده شكل الناس في عيوب في جسمها، جسم مربع زي ما احنا قلنا قبل كده في حلقة طويلة جدا على أشكال الجسم وشبهناها بكتير قوي بشكل الفواكه لتقريب المعنى يعني للناس، وقلنا دي في شكل الكمثرى وشكل الكمثرى المقلوبة وشكل التفاحة وشكل البنانة أو الشكل السوليد اللي هو ما فيش في أي تفاصيل أنثوية موجودة. فقلنا إن إزاي نوصل بالشكل ده للشكل الجمالي الانسيابي للأنثى، وقلنا دايما ان اكتر حاجة بتميز الأنثى في الجمال هو المنحنيات زي ما بيقولوا، يعني دايما في كيرف، دايما في كيرف في كل الأنثى لا يوجد فيها خط مستقيم على وجه الإطلاق. كل حتى احنا ما بنيجي نرسم دياجرام او بنرسمها كده رسم كروكي بنرسم خط منحني دايما، يعني للسيدة دايما يعني شكل منحني دايما، فلو بصيت للسيدة من أي اتجاه لازم تشوف فيه كيرف، لازم تشوف فيه دوران، لازم تشوف فيه حاجة مدورة، مفيش حاجة مفيش خط مستقيم في السيدة أبدا يعني. وعشان كده احنا عملنا اللي هو نحت الدهون ثلاثي الأبعاد، إن احنا نشوف السيدة من كل الجوانب، من قدام من ورا من الجنب، وفي كل زاوية لازم نشوف الخط المنحني اللي موضح تفاصيله. ولذلك يعني دي من اهم الحاجات اللي بتميزت، عشان كده احنا دايما
يعني تعرف عن الرجال، حتى لما عملوا احصائيه في الولايات المتحده ان اول ما الراجل بيشوف السيده بيشوف ايه؟ بيشوف المنطقه او النسبه ما بين الوسط ومنطقه الارداف. النسبه دي لو مظبوطه وفي منحنيات بيبتدي يكمل يشوف بقيه الجسم او بيشوف بقيه الاعضاء، لكن هي اول حاجه بتاخد عين الراجل للسيده هي منطقه الوسط وكمان منطقه الارداف وعلاقتهم ببعض. يبقى اذا الجمال كله عباره عن نسب وعلاقات بين اعضاء الجسم وبعضها، وازاي نربط هذه العلاقات وازاي نوصل في الاخر ان احنا يبقى عندنا كل المنحنيات فيها الانسيابيه والتلقائيه والجمال اللي بيخلي الشكل طبيعي جدا وجميل جدا. واهم حاجه في شكل الانثى ان يكون نسبها مظبوطه، يعني ما فيش الشكل الكبير قوي او الزياده قوي شكل ما هواش حلو عاده. يعني لما تبقى واحده رفيعه قوي مثلا وعندها الهنش كبير جدا ده شكل مش جمالي ومش حلو، واحده رفيعه جدا وصدرها كبير جدا ده شكل مش جمالي مش حلو. لازم تبقى دايما في علاقه واضحه جدا، والعلاقه دي معروفه بنسب مئويه محدده ما بين علاقه طول الانسان طول الذراعين الوسط بالنسبه لطول الجسم، الكتاف بالنسبه لطول الجسم، دوران الصدر بالنسبه لطول الجسم، دوران الوسط واللي تحت الارداف بالنسبه لطول الجسم، دي نسب محدده ومعروفه. دوران حتى الفخدين وحتى الساقين من تحت لازم كل ده يكون له نسب محدده، بحيث ان احنا نوصل في الاخر للنسب الايديال او النسب يعني المتوازنه اللي بين الجسم وبعضه، توصلنا في النهايه ان شكل الجسم ومنحنياته واجزاءه كلها يعني مترابطه في نفس النسبة الصحيحة، في نفس يعني ما فيش فيها أي زيادات دايما بالنسبة لحتة عن حتة ولا فيها نقصان حتة عن حتة. مثلا في ناس ما تعرفش إن في علاقة قوية جدا ما بين ثدي الأنثى وحجم المؤخرة مثلا، يعني لازم نبقى عارفين إن حجم الثدي تقريبا تلت حجم المؤخرة، فيبقى لازم لو كان الصدر مقاسه كذا يبقى لازم المؤخرة تبقى مقاسها كذا عشان تدي الشكل اللي احنا عايزينه أو الدوران اللي احنا عايزينه، وما تبقاش فيه أي زيادات أو زي نقصان في موضوع التجميل. طيب احنا نخش شوية بشوية كده في التفاصيل، وبنشوف دايما إن في دفوهات شائعة في جسم السيدات وخصوصا بعد الحمل والولادة، وطبعا في بعض الاشياء الوراثيه في اجزاء ثابته كده السيدات دايما بتتضايق منها، وهنتكلم عن الرجال في اشياء بقى، ونقدر نبتدي بالرجال عشان الرجال المناطق اللي بتبقى مضايقاهم الصراحه مناطق اقل بكتير، لكن هي من المناطق الشائعه في الرجال ان يكون عنده كبر في ثديين، الثديين يكون حجمهم كبير شويه بالنسبه للرجال، او ناخد للكرش كرش كبير قوي. ناخد اول اتصال وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور كنت عايز أسأل عن نحافة، أنا جسمي من تحت نحيف خالص. يعني من تحت بس؟ مظبوط؟ آه. بس نص التحتين ده كله نحيف. أنت عندك كام سنة يا أم محمد؟ 35. كام يا فندم؟ 35. مخلفة كام مرة؟ نعم؟ مخلفت كام مرة يا أم محمد؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات، وزنك قد إيه تقريباً؟ 70. وطولك؟ طول 159. ماشي يا محمد، حاضر. اثنين الاثنين يعني ده بالظبط يعني اول حاجه احنا قلناها، وقلنا فاكر لو فاكر يا محمد في الحلقه اللي كنا اتكلمنا فيها عن اشكال الجسم، فشكل جسمك كده من الوصف بتاعك انه شكله شبه الكمتريه المقلوبه زي ما احنا بنقول، ان من فوق عريضه ومن تحت رفيعه. ده هيحتاج في العادة إعادة توزيع الدهون، هنشوف إيه المناطق، هنلاقي في الظهر عندك كتل كده في الظهر، هنلاقي البطن مليانة، هنلاقي المعدة فيها كمية دهون كتيرة، هنضطر ناخد هذه الدهون الكتيرة، دراعات ممكن تكون مليانة شوية، كتافك تبقى عريضة تحت منطقة جنب الثديين من الجناب بتبقى مليانة دهون، كل دي الدهون دي لازم نتخلص منها وناخدها كلها ونعيد توزيعها تاني في النصف السفلي من جسمك، سواء كان الفخذين أو الأرداف او حتى الساقين من تحت، بحيث ان احنا نعيد توزيع الدهون بالشكل الصحيح اللي توصلي بيه في النهايه لجسم مثالي شكله عاجبك ويكون مفيد. قلنا قبل كده ان احنا المناطق كنا بنتكلم عليها، المناطق الرجال اللي بتضايق، قلنا الثديين في الرجال هم اكثر المناطق شيوعا في ان هم يكون محتاجين نحت الدهون، وقلنا ان المنطقه دي دايما تبقى محتاجه عملية ما بتاخدش أكتر من نص ساعة على الأقل، فتحتين لا تزيد الواحدة منهم عن 2 إلى 3 ملي،
جنب الثديين او اسفلهم، خباك بتتفتح كل ثدي وبتاخد عمليه بنج موضعي في الاغلب الاعم، لان المنطقه بتبقى منطقه واحده. دايما في لما بنحب نستخدم البنج الموضعي لما يكون العيب في منطقه واحده، الحل الامثل والافضل هو البنج الموضعي الحقيقه، لان يعني المريض او المريضه اول ما بتخلص العمليه فورا بنقول لها الحمد لله على سلامتك وسلم عليها وبتروح بيتها فورا، ما تبقاش حتى محتاجه اللي احنا بنسميه ريكفري تايم او الوقت ان هي تبقى محتاجه. لكن دايما لما بتبقى المنطقه في محتاجه منطقتين او ثلاثه، او بنستخدم الدهون بنحقنها فتره تاني، بنستخدم انواع تانيه من التخدير، ممكن يكون تخدير موضعي ومعاه منوم، ممكن يكون تخدير كلي، ممكن يكون تخدير نصفي لو الشغل كله في منطقه ما تحت السره. ده بالنسبه لكن دايما لما بنبقى محتاجين منطقه واحده زي الثديين في الرجال عاده بتبقى بنج موضعي، وموضوع ما بياخدش اكتر من نص ساعه، ونقول له الحمد لله على السلامه وبتروح بتلبس بس المشده او الكرسي حوالين الثديين لمده مثلا من اسبوعين لغايه شهرين تقريبا، لغايه لما نطمن ان الورم اختفى والدنيا اختفت، وبتبقى سعيد جدا. دايما بنحب نحتاج دايما بعد الجلسات اللي نحت الدهون ان احنا نعمل مساج. نعمل مساج مش المساج المتعارف عليه، انما هو مساج خاص بالجهاز الليمفاوي لامتصاص الدهون السائله اللي موجوده وامتصاص السوائل الزائده، بحيث ان احنا نتخلص من الورم بشكل سريع ونوصل لجلد ناعم ما فيهوش تعرجات، ما فيهوش حاجه عاليه وحته واطيه. فكل ما كان في جلسات مساج بعد العمليه كل ما كان النتيجة بتبقى أحسن وأفضل وأسرع. نمرة اتنين في الرجال اللي احنا قلناهم الكرش. والكرش بس في الرجال ساعات مش بيبقى في الناس اللي بطنهم كبيرة، ودي طبعا مشكلة أساسية، أو عندهم جنبين أو عندهم حاجة. لكن كمان في بعض الرجال اللي هم وزنهم تقريبا طبيعي، ولكن هو يعني راح الجيم طلع عينه، راح الجيم عشان يطلع منطقه السكس باكس او يوضح عضلات جسمه او عضلات الصدر، فهو مش عارف يطلع بشكل واضح لشكل العضلات وشكل الدنيا، لكن ما بيعرفش يعملها. وده بنعمل له نوع خاص من يعني نحت الدهون، واسمه نحت الدهون عالي التحديد. نقدر نحدد بيه تفاصيل العضلات وتفاصيل الجسم، هنتكلم عليه بالتفصيل بس بعد ما ناخد التليفون. الو الو دكتور نبيل، انا وزني، ايوه يا فندم، وزني 170 وطولي 165. ممكن تعلي صوتك شويه يا منى؟ ده انا وزني 170 كيلو، ايوه، وطولي 165. كنت عايز اسال يعني في منطقه عندي ناحيه البطن كده زياده شويه، يعني بطنك مليانه شويه زياده شويه؟ اه تمام. في حاجه في مناطق تانيه رفيعه او مضايقاكي؟ لا لا لا، هي مراتي كلها حلوه بس البطن شويه. بطن شويه، تعالي صوتك شويه يا منى. طيب احنا بس كنا في الاول لازم نتكلم عن يعني الرجال عشان نخلصهم، لكن السيدات الحقيقه المواضيع عندهم كتيره جدا جدا جدا، او المناطق اللي دايما بتحتاج فيها نحت دهون او اضافه دهون هي مناطق كتيره جدا. طبعا اولها واهمها زي ما منى قالت هي منطقه البطن. البطن دايما عامله مشكله عند البنات وعند السيدات، والبطن مقسمه الى ثلاث مناطق زي ما احنا بنقول. يعني المنطقه الاولى اللي هي المعده، الجزء الفوقاني اللي فوق السره، والجزء التحتاني اللي هو البطن نفسها، الجزء التحتاني اللي من السره لغايه تحت، والجزء الثالث هو الجنبين. دايما في مشكله ساعات، لكن لما تبقى البطن فيها مشكلة عادة أو الجزء السفلي من البطن يبقى فيه مشكلة عادة، بيبقى معاها جنبين زايدين يعملوا كده شبه العوامة، كأن حد لابس عوامة كده في منطقة، مخلي دايما شكل الجسم تفاصيل الجسم مش واضحة. الست ما عندهاش الوسط الجميل اللي هي شايفاه، ما عندهاش الحتة دي، ودي مشكلة أساسية. وفي ناس كتيرة عندها المعدة هي اللي زايدة وما عندها منطقة البطن مش زايدة، كل دي يعني المعدة ساعات أو في بعض الأحيان بتيجي لوحدها بس تكون هي الزيادة شوية، وبالتالي بتحتاج نعمل لها نحت الدهون. فالمنطقة دي نحت الدهون بقى في البطن عادة بنعمله بفتحات يعني ما تتعداش الفتحتين،
الى ثلاث فتحات بالكتير قوي، بحيث ان احنا كل فتحه ما تنزلش نص سنتي. ودايما احنا بنحب فتحاتنا حتى رغم انها صغرها جدا جدا جدا، انها لما بتلتئم ما بتبقاش باينه، بس برضو بنحطها في اماكن مختفيه ما تكونش باينه. خبك ناخد التليفونات. منال، الو. الو، ازيك يا منال؟ مساء الخير، ازي حضرتك؟ ازيك فندم اموري. بصوا، انا طولي 170 ووزني 70، بس حاسه ان جسمي مش مظبوط، يعني منطقه البطن دي ضايعه. ضايعه كبيره ولا صغيره؟ لا كبيره طبعا. تمام. وايه تاني؟ بس هي دي بس كده. تمام. هو مفيش مثلا كريمات او حاجات كده تساعدنا في البيت؟ اه طبعا يا منال، هنتكلم على الموضوع ده. حاضر. طيب، يعني منال بتسال سؤال مهم جدا وسؤال اساسي جدا. مفيش كريمات، مفيش حاجه مش جراحيه نقدر نعملها، مفيش حاجه كده. طبعا يعني للاسف يا منال مفيش كريمات، يعني بس عشان نبتدي نتفق، مفيش كريمات ومفيش حاجه نلفها بكيس نايلون ومخلصها الموضوع ده. كلام يعني مش عايزين نقول عليه كلام مش حلو، بس هو كلام مش علمي، بلاش نقول عليه حاجه وحشه تانية يعني. لكن احنا عندنا مشكلتين يا منال دايما في مشاكل تراكم الدهون او زياده الدهون، عندنا مشكلتين اساسيين: هل هناك زياده في عدد الخلايا الدهنيه ولا مفيش، ومحتوى الخلايا الدهنيه. كلام شويه مش عايزه يبقى مجعلص، عشان او يعني مش عايزه يبقى علمي قوي كده عشان الناس ما تبقاش يعني تبقى فاهم. يعني في فرق بين ان خليه عددها كتير او مخازن عددها كبير خلاص، وايه اللي موجود جوه المخازن ديت. يعني الخليه عددها كبير دي ملهاش حل غير ان احنا نقلل عدد الخلايا بان احنا نعمل نحت الدهون او شفط الدهون، ان احنا ناخد الخلايا دي نخرجها بره. ده العلاج الوحيد الناجع، اللي هو الحل اللي ملوش رجعه زي ما بيقولوا يعني. لكن نقدر نتخلص من المحتوى الداخلي للخليه؟ اه، في نقدر نتخلص من المحتوى الداخلي للخليه بعده وسائل وبعده اجهزه، منها كرايو او اللي هو الوسائل الجديده اللي هي اذابه الدهون بالتجميد، او اذابه الدهون بالموجات الراديو التردديه، او بالليزر، او بالحاجات. كل ده خارجي نقدر نكسر بيه الخليه الدهنيه مع شويه مشي شويه رياضه. فورا بعد ما بنعمل الجلسه بيبتدي الجسم يمتص الدهون اللي موجوده، لكن الخليه تفضل موجوده، الخليه موجوده، وبالتالي انت هتخلصي، هيبقى شكل بطنك او شكل معدتك كويس، او شكل المنطقه اللي انت عايزه تدوبي فيها الدهون شكلها كويس، وجلدها مشدود وكل حاجه، مفيش فيها مشكله. بس لازم تحافظي على النتيجه، لانك مع اول حله محشي جديده بعديها الدهون هترجع تتكون في نفس المنطقه بنفس الكميه، لان المخزن لسه موجود. فالحلول الغير جراحية موجودة طبعا، موجودة وحلول جيدة وحلول ما هيش وحشة، ولكن هي حلول يجب المحافظة عليها، بان احنا نحافظ على جسمنا ونحافظ على اكلنا ونحافظ على شربنا بقيت بعد ما نتخلص من الدهون. لكن لو تخلصنا من الدهون ورجعنا ناكل عادي، او رحنا عيد ميلاد واحدة صاحبتنا، او رحنا فرح وكلنا شوية تورتة وشوية جاتوه وشوية محاشي وحاجات زي كده، يعني انت فلوسك راحت يا صابر زي ما بيقولوا، وهترجع الدهون كما كانت بالظبط. فهي دي النقطه اللي لازم نقول عليها للناس. طيب، احنا لسه موضوعنا كبير جدا وموضوع مطول وفي مليان معلومات وتفاصيل، ولكن هنكملها ان شاء الله معاكم، ولكن بعد الفاصل. لسه النهارده موضوعنا موضوع مهم جدا، موضوع بيهم يعني قطاع عريض جدا من السيدات المشاهدات والسادة المشاهدين، وهو نحت الدهون. احنا قلنا دايما نحت الدهون، ومعانا طبعا يعني معلومات كتيرة جدا عليه معلومات، وعندنا ان شاء الله هنتفرج على فيديو دلوقتي كمان على تفاصيل ازاي بنعملها، وحاجات بسيطة كده يعني نحاول نقرب المعنى الى حد بسيط. زي ما احنا شايفين ان الفيديو بيقولك هنا ان هو لو انت يعني حاولت تحافظي ومشيت رياضة وعملت كل حاجة، ولكن لسه في أجزاء كتيرة جدا في جسمك دايما مضايقاكي، لو خصوصا لو هي في منطقة الأرداف أو في منطقة البطن أو في منطقة حتى المؤخرة، في الرجلين، في الوسط، في أي حتة في جسمك، في دراعاتك، حتى في رقبتك وفي وشك، نقدر نعمل عملية نحت الدهون بحيث ان احنا نتوصل الى النتيجة اللي احنا عايزينها، ولو كان أيا كان الجزء اللي مضايقك. لما بناخد يعني هيخش فينا شويه في التفاصيل، وبيودينا بقى ازاي قطاع الجلد ايه اللي موجود في جسمنا، ازاي احنا بنتحرك في الموضوع ده. ده قطاع في الجسم كده بالظبط، بيقول لك ان اللي فوق هو الجلد، وتحت العضلات، وفي النص طبقه
الدهون ومعها الأوردة والشرايين والأعصاب والمنطقة ديت. فدايما احنا بنستخدم كل ما زادت كمية الدهون اللي موجودة عندنا كل ما زاد العرض بتاع المنطقة ديت وبالذات بيتكلم. لكن الجلد طبعا لا بيزيد ولا الأوعية ولا الشرايين، فالحاجة الوحيدة اللي بتزيد عندنا هي منطقة الدهون، وبالتالي لو عرفنا نقلل هذه المنطقة هنوصل إلى اللي احنا عايزينه. اول حاجه بنستخدمها دايما والاستخدام ايا كان الاستخدام اللي احنا بنستخدمه، احنا بنستخدم لو سواء كان ليزر او كان الترا ساوند اللي هو الفازير اللي احنا استخدمناه، يعني تقريبا التكنيك ثابت هي او الطريقه ثابته، ولكن التفاصيل هي اللي بتقل. اللي بنخش الاول بنخش ندي كميه كبيره من السوائل، كميه كبيره من السوائل دي بتوزع شويه المسافه، بتخلينا يعني المسافة واسعة ما بين الخلايا الدهنية وما بعضها. طبعا أول ما بتروحي عند جراح التجميل بيبتدي يعلم على المنطقة اللي احنا عايزين نشفطها أو عايزين نقللها، سواء كان التخدير بقى موضعي أو كان التخدير عام. زي ما قلنا التخدير العام بنستخدمه لو عندنا كذا طريقة، ونبتدي الأول نحقن السوائل. مع حقن السوائل المسافات بتبعد، الأوردة والشرايين بتنكمش بتصغر، خباك ما بقاش فيه تنقابض، تقلل نسبة فقدان الدم زي ما احنا شايفين. بنبتدي بقى نفتح فتحة ما بتزيدش عن نص سنتي، خباك من خلال الفتحة ديت بنخش عن طريق الكانيولات او ابر الحقن زي ما بيقولوا، هي دي الفتحة، وبنبتدي نخش منها ونبتدي خلاص احنا حقنا الأوعية بتاعتنا كلها انقبضت، الدنيا الأعصاب بتاعتنا بعدت عننا، نقدر نخش بمنتهى البساطة خباك زي ما احنا شايفين كده، ونخش ونسحب كمية الدهون الزائدة بشكل متوازن زي ما احنا عارفين وشايفين. ويبتدي هذه المنطقة لما بتلتئم بتبتدي تنكمش وبتصغر، ده ببساطة شديدة. نقفل طبعا الجرح، إما بنقفله ببلاستر بس زي الصورة اللي على الشمال، أو نقفله بغرزة أو غرزتين على الجنب اليمين زي ما بنقول. بيحصل صحيح بعد العملية بيحصل شوية زرقان وحمران كده زي ما احنا شفنا، لكن بيختفي في خلال أسبوعين حد أقصى 3 أسابيع. وبنلبس بعديها الكرسي أو المشد بتاعنا، المشد ده هيخلي الحاجة كلها ترجع في يعني لمكانها الطبيعي، وبالتالي تحصلي على الجسم اللي انت عايزاه، بتخلصتي من أماكن الدهون اللي انت تخلصت منها. ده فيديو توضيحي كده بسيط وسريع عشان نوصل بيه ايه اللي بيحصل، ايه اللي احنا بنعمله عشان نوصل لنحت الدهون وشفط الدهون، خباك. لكن هنتكلم على بقى كل حاجة بالتفصيل، ولكن بعد ما ناخد رشا. يا رشا. الو. الو. مساء الخير يا دكتور. مساء الفل يا فندم. والله كان عندي سؤال، هو انا طولي 160 ووزني 64، يعني مش تخينة، بس انا والدة 2 سيزاريان وبطني من تحت بطنية كده، رحت لكذا دكتور قالوا مش هتروح غير بعملية. تمام. نعمل العملية دي. أي. هل ليها اي طريقة تانية غير عملية؟ تمام مدام رشا، حاضر. هو طبعا يعني موضوعنا موضوعك يا رشا شوية برا الحلقة اللي هو نحت الدهون، ولكن احنا دايما بنقول ان تقدر تستفسروا عن اي استفسار. طبعا حضرتك ينفع حاجات تانية لو جلدك يسمح او شكلك يسمح، مش انا اللي شفت حضرتك، اللي شايف الجراحين اعتقد ان هم عظماء يعني. فدايما تخلي بالك ان هي لو الجلد تشقق وترهل وما بقاش بالقوة الكافية غالبا ملكيش حل غير الجراحة. لكن لو لسه الجلد قوي ولكن في شويه ترهل كده بسيط، نقدر نستخدم اجهزه، بعض الاجهزه اللي نقدر نعملها يعني زي اجهزه الراديو فريكونسي، موجات الراديو التردديه، وزي ما قلنا احنا اجهزه الباور شيف، في اجهزه كتيره نقدر نحسن بيها الكواليتي بتاع الجلد او قدره الجلد اللي وبالتالي تقدر تشد. لكن ده يعتمد على النتيجه اللي انت عايزاها، انت عايزه ايه بالظبط، عايزه توصلي لايه بالظبط، وكمان على اللي موجود في بطن حضرتك. فطبعا بعد الكشف بنقدر نحدد، لكن طبعا شد البطن من العمليات اللي ساعات بعد السيزيريان بتبقى عمليات ضرورية إلى حد كبير. طيب احنا نرجع لموضوعنا تاني، وقلنا ان احنا يا سلام بقى بعد عملية الشفط زي ما قلنا ان احنا نمشي لنا كل يوم نص ساعة ولا حاجة، ونحافظ على يعني قوامنا وعلى أدائنا بشوية، نص ساعة كل يوم مشي مش رقم كبير،
ويعني حتى لو بنمشي في البيت في مكاننا كده يعني لو ما عندناش مش عارفين نخرج ممكن نمشي في مكاننا في البيت نقدر نوصل لنص ساعة مشي في مكان في البيت من غير مشاية من غير حاجة أكن كده فاكرة افتكري أيام زمان تمارين الصباح بتاعة المدرسة ديت لو ابتديت تحركي في البيت برجليك كده على الواقف كده لمدة نص ساعة هنحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها يعني مشي دايما مش محتاج مكان مفتوحة ومش محتاج حاجات يعني نقدر نمشي حتى لو في البيت نقدر نمشي في مكاننا يعني. نتكلم بقى على نحت الدهون وتوصلنا خلاص ان احنا في مناطق زي ما شفنا في الفيديو ازاي بنعمل الجراحة وازاي بنعملها وقلنا ان دي مش جراحة يا دوبك فتحة صغيرة فتحة صغيرة دي بتختفي تماما ودايما بنختار الاماكن اللي من خلالها بتختفي تمام يا اما بنفتح حوالين السرة يا اما بنفتح في البيكيني لاين وانا شخصيا ما بفتحش عادة في السرة عادة بفتح في البيكيني لاين وحتى لو في الظهر بيبقى ما بين الهانش كده فتحة صغيرة جدا مختفية ما بتبانش خالص وخباك ولو احتاجت اعمل فتحة فوق يا اما بعملها تحت الباط يا اما اعملها حاجة اسمها البرا لاين اللي هو مطرح ما بتلبسي حضرتك البرا بيبقى فيه خط معلم على جسمك كده نقدر من خلاله ان احنا نفتح فيه فتحة صغيرة جدا وزي ما قلنا فتحتنا كلها ما بتزيدش عن نص سنتي وبالتالي لما بتلتئم تقريبا ما بتسيبش اثر او الاثر بتاعها بيبقى يعني حاجة لا تذكر ورغم ذلك احنا برضو بنحطها في اماكن عشان حتى لو يعني ناوية تشاور عقلها تبان تبقى مختفية في اماكن البيكيني لاين او في تحت الخطوط اللي دايما فيها انحناءات او خطوط هي مختفية بطبعها في جسمنا ناخد جنى الو الو ايوه جنى صباح الخير يا دكتور صباح الفل اولا انا شاكره جدا للمعلومات القيمه اللي حضرتك بتديها لنا ربنا يخليك يا شط كل هو انا بدايه بس انا جسمي اقرب ما يكون للجسم اللي لسه حضرتك عرضه في الفيديو الاخير تمام اللي هو مظبوط نحيل ما فيهوش اي يعني ترهلات في اي حته بس بدا من شهر بس يظهر بطن بسيطه تمام فانا عايزه الحقها قبل ما يعني الموضوع قبل ما الموضوع يزيد دهون كتيرة طيب ماشي حاضر يا جنى يعني طبعا يا جنى في حاجة الأول الحماية ازاي نحمي نفسنا من الكلام ده زي ما انت بتقول ازاي نحمي نفسنا احنا لو مشينا على نظام غذائي وانا دايما بقول النظام الغذائي اللي فيه حرمان ونظام غذائي بيفشل بنسبة 100% يعني ببتدي احرم نفسي من ده واحرم نفسي من ده واحرم نفسي من ده وما كلش ده وما كلش ده وما كلش ده انا بخلي جسمي يعني هيبوظ مع اول اكله هناكلها من هذه المأكولات فدايما نخلي نحافظ في اكلنا ان احنا نحافظ على الكميات والاوقات برضو المعلومه الخاطئه ان انا اصل انا باكل وجبه واحده اصل انا ما باكلش غير بالليل انا كده يعني وجبات الاكل ما تقلش ابدا عن 3 مرات ويفضل تكون 5 وجبات في اليوم وكمياتها صغيره ده ما ناكلش الحاجات عاليه السعرات ولو كلناها نبقى على يعني على الدواء كده زي ما بيقولوا يعني ندوق بس من مش ضروري يعني طبق البسبوسة وحتة البسبوسة طعم واحد على فكرة فممكن ناكل حتة بسبوسة صغيرة على نفسنا لكن مش ضروري ناكل الصينية وبالتالي نبتدي يعني نحافظ على جسمنا وعلى بتاع وساعات الواحد برضو مهما حاول يحافظ ساعات كده التفاصة بتحكم زي ما بيقولوا يعني فبتدي ايه ياكل حتة كبيرة او ياكل حتتين جاتوه النهاردة او يعمل انا انصح اي سيدة عملت هذه المشكلة او اي راجل حتى عمل هذه المشكلة انه ما يروحش بيها البيت يعني حتة الجاتوه اللي كلها الزيادة او سبعين المحشي اللي كلهم الزيادة او الاكلة اللي اكلها الزيادة راح اكل حمام مشوي كده ولا حمام محشي حلو واكل كمية كبيرة ما يروحش بيها البيت يعني ايه ما يروحش بيها البيت يعني يحرقها قبل ما يخش البيت يروح على النادي بتاعه يروح على في شارعه يروح في حته ويبتدي يمشي على الاقل على قد ما اكل على قد ما يحرق يعني لو اكل اكله صغيره يمشي نص ساعه لو اكل اكله كبيره يمشي ساعه لو اكل وضربها يمشي ساعتين ثلاث مهم ما يروحش بالاكل في جسمه لازم يحرقه قبل ما يخش جسمه وبالتالي اول باول هنتخلص من الدهون الزائده اللي بنعملها ولازم نشرب كل يوم على الاقل 2 لتر ميه على الاقل 2 لتر ميه كل يوم ده اساسي عشان نحافظ على قوه الجلد وعلى شده وكمان نمشي كل يوم نص ساعه ده ازاي تحافظ على جسمك ما تبقاش محتاجاه ناخد ميرفت وبعدين نكمل الو ايوه ميرفت مساء النور يا ميرفت انا طولي 170 ووزني 78 وعايزه اعمل نحت في بطني بس عندي روماتويد طيب هل فيها صعوبه العمليه بتاخدي ايه للروماتويد يا ميرفت
باخد أفارة وباخد ميزوتركسيد. ميزوتركسيد بس كده؟ بقالك قد ايه عندك يا مربت الروماتويد؟ بقالي 4 سنين. 4 سنين، ربنا يشفيك حبيبتي. دلوقتي باخد حبوب اسمها الموران، يعني مريحه من الميزوتروكسيد، بس نفسي اعمل شفط الدهون في البطن. بس كده؟ بس خايفه ان انا جهاز المناعي بتاعي ضعيف، مش عارفه اعمل. لا يا حبيبتي ما تخافيش، يعني ان شاء الله ما فيش مشاكل خالص، تقدري تعملي نحت الدهون. الروماتويد مش من الامراض التي تمنع نحت الدهون او تمنع حاجه خالص. الروماتويد مرض هتعاملي معاه وانت بتاخدي علاجك بشكل كده، سواء ميزوتوكسيس او الاميران، خبك يعني المهم انك تواظبي على علاجك عشان تتخلصي، ما يجيلكيش ابدا الاكستربيشن او دوره النشطه من مرض الروماتويد، وتقدري توصلي دايما في الدوره الخامله للمرض الروماتويد، وتقدري تكملي حياتك بشكل طبيعي، وتقدري طبعا تعملي نحت دهون ما فيش فيها مشكله. مربت طول ما انت مواظبه على علاجك بنعمل بس شويه تحاليل، وده الجزء اللي احنا لازم نقوله، ان حتى لو هنعمل حاجه بسيطه، حتى لو هنشيل نقص حته صغيره كده من اي حته في جسمنا ايا كان هذا الاجراء، طالما هندخل مستشفى، طالما هنخش غرفه عمليات، حتى لو هنتبنج تخدير موضعي، اول حاجه نعملها ان احنا نطمن على صحتنا العامه. اي دهون حتى لما بتتشال من الجسم بتفقد شويه دم معاها، بنفقد شويه اجزاء من جسمنا، اجزاء من جسمنا دي بتغير شويه الفسيولوجي بتاعنا او تحاليلنا، وبالتالي قبل ما نعمل اي اجراء ايا كان لازم نطمن على المكونات الاساسيه من جسمنا، ان ما يكونش عندنا امراض خطيره زي التهاب الكبد الوبائي او الايدز او المشاكل ديت. لازم نبقى مطمنين جدا ان احنا نسبه الهيموجلوبين بتاعتنا كويسه، نطمن على وظائف الكلى، نطمن على وظائف الكبد، نعرف ان ما فيش اي التهابات في جسمنا في الوقت الحالي. اي اجراء ايا كان لابد ان احنا نعمل التحاليل دي، والتحاليل اسمها الروتين زي ما بيقول الروتين، نطمن بيها على نفسنا، يعني ده لو هنعمل اي حاجه في الدنيا. وبالتالي انا بنصح كل السيدات اي والرجال واي حد هيخش غرفه العمليات لايا كان، حتى لو مثلا هيعمل منظار معده، حتى يعني مش هيعمل عمليه جراحيه، يعني اللي هيركب بالونه معده ولا حاجه، يطمن على تحاليله ويطمن على حاجته، بما ان احنا هناخد مواد مخدره سواء كانت منوم، مهدئ، بنج موضعي، بنج كلي، بنج نصفي، ايا كان اللي هنعمله لازم نطمن على وظائفنا الحيويه الاول، بحيث ان احنا نعرف وضعنا الصحي العام. ودي تحاليل بسيطه خالص ما بتاخدش اكتر من نص ساعه والنتائج كلها بتبان، يعني حاجات بسيطه خالص، بس الاول نطمن بيها على الصحه العامه. عشان كده دايما قلنا ان انت حتى لو عندك روماتويد يا ميرفت هنطمن بيك على تحاليلك، نطمن ان انت ما عندكيش دلوقتي دوره نشطه للروماتويد، ما عندكيش دوره نشطه للروماتويد، على طول بنبتدي نعمل شفط الدهون وما فيش فيه مشكله خالص. طيب احنا قلنا ان السيدات يعني مهم جدا ان احنا بقى نستخدم الدهون ديت، احنا قلنا الدهون ديت هي كنز في موجود ربنا خلقه لنا في جسمنا، يعني ما يبقاش فيها، يعني مش زي ما الناس متخيله الدهون دايما سيئه السمعه زي ما بيقولوا، لا بالعكس، الدهون هي كنز، ذهب، جولد، ذهب الجسم هو الدهون، لان الدهون هو اللي بيدي للسيدات الشكل المنحني وشكل الجمالي، هو الدهون. فرق الرجال من السيدات ان مكون الدهون في السيدات تقريبا 3 أضعاف المكون الدهون في الرجال، وبالتالي الرجال قسمتهم حاده، جسمهم ناشف، قوة عضلاتهم، لكن ما فيش طبقه دهون، طبقه الدهون بتاعتهم تقريبا في حدود 0.5 سنتي، لكن طبقه الدهون في السيدات ما بتقلش عن 1.5 سنتي، عشان يدي الدورانات والانحناءات والشكل الجمالي للسيده. وبالتالي كمان نقدر نستغل هذه الدهون الزائدة لما بيبقى في سوء بقى لتوزيع هذه الدهون، ده مش معناه ان الدهون بقت وحشة، لا، احنا ناخد الدهون من المناطق اللي هي مش عجبانة ونبتدي نحطها في الاماكن اللي احنا عايزينها. هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. بيكم جديد في الجزء الاخير من حلقتنا النهاردة، واحنا النهارده موضوعنا زي ما قلنا موضوع مهم جدا، واتكلمنا عن نحت الدهون، واتكلمنا ازاي بنقدر نستخرج الدهون
ونستفيد من ولسه الجزء الاخير بقى ازاي هنستفيد من هذه الدهون. واحنا لسه قبل الفاصل على طول كنا بنتكلم بنقول ان احنا الدهون ديت يعني الجولد او ذهب الجسم، واستخدامها من اهم الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها. هنتكلم عن المواضيع الأساسية في نقل الدهون، وإحنا قلنا إن إحنا أكثر المناطق نقدر ناخد منها الدهون ونستفيد منها بشكل أساسي هي منطقة البطن، منطقة أعلى الأرداف، ومنطقة المؤخرة. هي دي المناطق اللي بنقدر الدهون فيها بتبقى مفيدة جدا لجسمنا. المنطقة دي ليه مفيدة؟ لأنها مليئة بالخلايا الجذعية. الخلايا الجذعية اللي هي الثورة الجديدة في عالم الطب وفي عالم التجميل على وجه الخصوص. قلنا نقدر نستخدم الخلايا الجذعية في حاجات كتيرة جدا 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 الموجودة في الدهون، ونقدر ناخدها. نقدر ناخد الخلايا الجذعية لوحدها، ونقدر ناخد الدهون وبداخلها الخلايا الجذعية في وقت تاني. الفرق الكبير ان نقل الدهون ده من اقدم الحاجات اللي اتعمل في عالم التجميل، يعني بقى لها اكتر من 120-130 سنة بتتعمل، ولكن كان دايما نسب نجاحها واطية لان كانت طريقة او قليلة، لان هي يعني طريقة النقل كانت مختلفة. لكن مع تطور التكنولوجي الأخير قدرنا نوصل للطرق الصحيحة لنقل الدهون، بحيث ان احنا نوصل لأعلى معدلات للنجاح نقل الدهون. هو ده اللي احنا نتكلم على تفصيل بس بعد ما ناخد فاطمة. يا فاطمة. ازيك يا طماطم؟ أهلا الحمد لله. يا أهلا بيك. أموري لو سمحت يا دكتور، أنا عندي السكر وعايزة بس أسأل، لو أنا عملت العملية دي ينفع؟ انت عندك كم سنه يا فاطمه؟ عندي 25. والسكر عندك بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي 4 وشويه. 4 سنين وشويه. بتاخدي له انسولين ولا بتاخدي ادويه؟ لا باخد انسولين. انسولين، تمام. وزنك قد ايه يا فاطمه؟ حوالي 88. وطولك يا جميل؟ 173. طويله يعني؟ ايوه. تمام. متجوزه يا فاطمه؟ اه. خلفتي؟ ايوه معايا 3. بسم الله ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويزيدك ان شاء الله. الله يخليك. طبعا يا فاطمه تقدري تعملي العمليه بمنتهى البساطه، بالعكس يعني نحت الدهون من العمليات المحببه لمرضى السكر، لان هو التخلص من كميه الدهون بيساعد على تقليل نسبه الانسولين وتقليل اخذ الانسولين. وبعض الاحيان ممكن لو ظبط الوزن مع ظبط كميه الدهون في جسمنا قد ما نحتاجش الكميات كبيرة من الانسولين، وبعض الاحيان بنتخلص حتى من الانسولين كله ما بناخدوش. فهي من العمليات المفضلة لمرضى السكر انك تتخلصي من الدهون الزائدة دي، حاجة مهمة جدا 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 يا مدام فاطمة. وان شاء الله ربنا يخلي لك ولادك وتعيش عايشة هنية وجسمك يبقى رائع وجميل. طيب قلنا بقى الدهون خدناها من المناطق الأساسية، الفخاد، أعلى الفخاد، الجنبين، جنب مناطق الجناب، ومناطق البطن، وأسفل الظهر. دي من المناطق اللي بناخد منها الدهون. ما بناخد الدهون دي بقى بتبتدي نحضرها، نعمل لها تحضير جيد، بتتلم بطريقة اسمها نون تاتش تكنيك، أو ما حدش يلمس الدهون دي خالص، ما فيش بني آدم يلمسها، أولا الهواء حتى تتعرض للهواء الخارجي. تقفل، بتتجمع في كونتينرز او في يعني في اوعيه كده خاصه بيها، بحيث انها ما تتعرضش لا للهواء ولا للايدين ولا لاي حاجه من جسمك الى جسمك. والاماكن دي معقمه، وفي بعض الاحيان بتبقى ديسبوزيبل او يعني بتتخلص منها. كل مريض له خراطيمه بحاجته بالوعاء بتاعه بكل حاجته، ما حدش يلمسها. بتخش هذه الدهون جوه هذا الوعاء، الوعاء ده فيه حد ذاته فيه فلاتر خاصه بحيث انها تفصل السوائل عن الدهون، وبناخد الدهون دي صافيه ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي حاجه، وكمان ما فيهاش الزيوت او الدهون اللي ساحت نتيجه عمليه نحت الدهون. لو هناخد الدهون دي عشان ننقلها لمكان تاني، لا نستخدم معها لا الفيزر اللي هو موجات الراديو الترددية او موجات الالترا ساوند، موجات فوق الصوتية، ولا بنستخدم الليزر. بنستخدم الطريقة التقليدية في نحت الدهون عشان احنا عايزين الخلايا دي صحية عايشة. فحتى لو استخدمنا الليزر او نستخدمه، بناخد شوية الدهون اللي احنا عايزين ننقلها الاول، وبعدين نستخدم الليزر بعد كده، او نستخدم الالترا ساوند بعد ما ناخد كمية الدهون اللي احنا عايزين ناخدها. بناخد الدهون ديت بعد ما نفصلها، وبنفصل كل مكوناتها عن بعضها، وبنبتدي نحقنها في اماكن اللي احنا محتاجينها. طب ايه اكتر الاماكن اللي السيدات بتحتاج تنقل فيها الدهون؟
نمرة واحد، ودي أكبر منطقة وأكتر مناطق سيدات بتحب تنقل فيها الدهون هي المؤخرة. مؤخرة دايما بتبقى شكل المؤخرة عند السيدات، احنا قلنا قبل كده في حلقاتنا السابقة ان ليها اربع اشكال، يا اما المربعة، يا اما حرف الاي بالانجليزية، يا اما حرف الفي بالانجليزية، خباك يعني يا اما مثلث، يا اما مثلث مقلوب ومربعة ومدورة. وقلنا ان المؤخرة البرازيلية المشهورة جدا العالية جدا الجميلة هي المؤخرة المدورة، وقلنا حجم المؤخرة لازم يكون تقريبا ثلاث أضعاف حجم الثدي، تقريبا يعني في التقريب ثلاث أضعاف حجم الثدي، بحيث ان هو يكون شكلها مدور جميل. مؤخرة كمان لازم نبقى عارفين انها بتتشاف من قدام ومن ورا، يعني ما بتتشافش من ورا بس، بتتشاف من ورا ولازم تكمل بقدام بكم دوران، لان هي تقريبا لو احنا تخيلنا ان هي كورة لازم الكورة دي بتتقسم نصين، والنصين بيبقى شكلها مدور من كل اتجاهات بنفس التدويرة، وليها منطقة اعلى منطقة واسفل منطقة، بحيث ان هي يبقى شكلها جميل ومحبب، وبتبقى يعني شكلها طبيعي الى حد كبير جدا. هي ده المنطقة الاولى اللي احنا بنحتاج دايما ننقل فيها دهون. واحنا بننقل دهون لمنطقة المؤخرة ليها طريقة ثابتة وطريقة محددة لازم نبقى عارفينها ولازم نبقى فاهمينها. احنا الاول بنرسم حاجة اسمها الفريمورك، او بنرسم اطار العمل الخارجي لشكل المؤخرة، بنرسم الدورانات الاول، بنحدد المحددات الخارجية بتاعتها، وبعدين بنكمل الشكل الخارجي او السكيلتون زي ما بيقولوا، وبعدين بنبتدي عملية الملو في النص عشان نوصل للبناء الكامل لشكل المؤخرة المدورة الطبيعي. دي المنطقة الأولى دايما اللي السيدات بتحب فيها تستخدم فيها الدهون أو نحقن فيها كمية كبيرة من الدهون، ودي بنوصل فيها ساعات لألف أو 1200 في كل ناحية، أو ساعات 1500 في كل ناحية، وفي ساعات بنستخدم 200 سنتي أو 300 سنتي على حسب الحجم والشكل واللي احنا عايزين نوصل له. يعني الكمية دايما ملهاش علاقة باللي احنا هنعمله أكتر ما هي ليها علاقة بالمفروض يتعمل. المنطقة التانية والمهمة اللي السيدات دايما بتحب تحقن فيها الدهون هي الثديين. والثديين احنا قلنا دايما الدهون بتاعتنا مليانة خلايا جذعية، والثديين لما يبقوا صغيرين او يبقوا شوية فضيوا بعد ما حصلت الرضاعة، وبعد الرضاعة دايما الصدر كده بيبقى نشف شوية او ابتدى يبقى في نسبة ترهل بسيطة او كبيرة، بيبقى محتاج نحقن فيه كميات كبيرة من الدهون. عمليات الثديين بالذات يمكن بنحتاج ننقل على مرتين، وساعات على ثلاث مرات دهون، وساعات مرة واحدة على حسب الحجم، يعني او على حسب الحجم وعلى حسب كمية الاخذ اللي احنا بناخدها. في طريقة اسمها برافا تكنيك، او ان احنا نبتدي نشفط الصدر الاول عشان نوصل لكمية الدهون، ولكن الحقيقة يعني عليها كلام دلوقتي، بطلت الناس تستخدمها. اخر منطقة هي منطقة الوجه اللي مفروض الناس تحقن فيها. طبعا موضوع ده موضوع طويل ويمكن يحتاج حلقة واثنين وثلاثة، ولكن ان شاء الله هنكمل في الحلقات القادمة. وشكرا جزيلا لكم.